ميلاده كان ابو مستشهد له 3 ايام، راحت كلها. ضلينا نطيهم لمده يومين ما جاش فيها، قلنا يمكن راحوا على اخوالهم عرفها على عمامهم. اول ما عرفت يعني انه انا حامل بعد 9 سنين وعشر سنين كان نادر، هو ندر كان بده راح يشتغل بدنا نولده، كنا حاجزين العمليه. رحت حجزت انا وياه وجهزنا امورنا واواعينا وجاب له حرامه وجهزنا كل اغراض على اساس ايش ميلاده. كان ابو مستشهد له 3 ايام، ضلينا نطيهم لمده يومين، ساعه يجي الظهر يجي العصر يجي اول يوم المغرب يجي، فاتوا المغرب وما اجاش، ها يمكن يجوا العشاء. فات اول ليله لو حاولنا نتصل كذا مره فيش اتصال، في واحد معاه وطنيه كان عندنا جارنا حكينا له بدنا نحاول نتصل عليهم يمكن يمسك الرسال معاه، مسك الرسال معاه بحكي لنا زوج استشهد الله يرحمه اخوي استشهد احمد واحنا الاثنين متصوبين.